فرض كفاية. نعم، تجهيز الميت فرض كفاية، والتجهيز يشمل تغسيله فيغسل الميت ولا بد، طبعا إذا كان مسلما، أما الكافر فلا يغسل. لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد مات عمك الشيخ الضال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره بالتراب. قال: يا رسول الله، إنه مات كافرا. قال: اذهب فواره في التراب. وفي رواية: ثم اغتسل. فالقصد أن الكافر لا يغسل، لأن الغسل لا ينفعه، وإنما الذي يغسل المؤمن. أما الكافر يوارى في التراب، لكن لا يغسل. أما المسلم لا يغسل. فأول ما يموت المسلم، أول شيء تغمض العينان، ثم بعد ذلك يؤخذ، بعد أن نتأكد من موته يؤخذ فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. فهذه كلها فروض كفاية، يعني يجب أن يغسل. طبعا هذا فرض كفاية على المسلمين وليس عليه هو، لأنه مات. يجب على المسلمين أن يغسلوه، لو غسله واحد يكفي، لو ترك الجميع تغسيله أثمه كل من كان حاضرا ويستطيع تغسيله. فهنا إذا تغسيله فرض كفاية على المسلمين الذين حضروه، وتكفينه كذلك فرض كفاية على المسلمين الذين حضروه، وكذلك حمله كذلك، ودفنه كذلك، والصلاة عليه كذلك. كل هذه فروض كفاية، كل هذه فروض كفاية. لو قام بها واحد كفت، لو واحد صلى عليه، واحد دفنه، واحد كفنه، واحد حمله، واحد صح. لكن القصد أنه لابد أن يغسل، لابد أن يكفن، لابد أن يحمل، لابد أن يدفن، لابد أن يصلى عليه، هذا أمر مفروغ منه. فلذا قال المؤلف أنه فرض على الكفاية. نعم.